تواصل لجنات تسليم الممتلكات الخاصة والحكومية المكلفة من محافظ محافظة تعزن بالشمسان وبرئاسة المستشار العميد عبد الفرحان وحضور قيادات أمنية وحقوقية بتسليم فندق ومبنى خاص لوكلاء الملاك بعد استيفاء الإجراءات القانونية وتأمين المنطقة وإخلاء الممتلكات من النازحين. وقد عبر المستلمين عن سعادتهم لما لمسوه من تسهيلات في تسليم الممتلكات وجدية اللجنة في التسليم وإخلاء الممتلكات من النازحين المدنيين والعسكريين وتأمين من الممتلكات بشكل واضح. ليس هذا هو أول مبنى يتم تسليمه لمالكه، خاصة في المناطق التي حصلت فيها اشتباكات على مسافة قصيرة، وما ترونه على الجدران أثار الاشتباكات من الطلقات مختلف العيارات المتواجد. فالجميع ممثل بال رأس السلطة المحلية الأستاذ نبيل شمسان الذي وجه بهذا، واللجنة المشكلة والمكلفة برئاسة العميد مستشار قائد محور تعز عبد الفرحان والفريق العامل معه، والمناطق التي تسمح فيها تم التعامل فيها في مثل هذه، وقد تم تسليم عدد بالمئات من هذه المساكن. ولا تصدقوا ما يشاع البعض لقضايا مغرضة أن هناك وأن هناك وأن هناك، أبدا. المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية جميع منتسبيها هم من أبناء هذا المجتمع، وكل منا له ضابط أو فرد في المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية، والكل يد واحدة. استلمنا اليوم البيت، البيت من اللجنة الرئاسية المكلفة بإعادة تسليم المنازل بعد أن أصبح المكان آمن. فقد قاموا الجميع بدور كبير يستحقون عليه الشكر والتقدير، وهذا الدور الذي عملوه ليس هنا فقط، فقد بذلوا الجهد أكبر بكثير من أماكن مختلفة. ولا يسعني أهم هذا الإنجاز إلا أن أتقدم بالشكر نيابة عن صاحب الحق إلى كل من ساهم في إخراج السكان من المبنى التابع لعبد شمسان كل باسمه وصفته. إنني من منطلق الواجب أشكر كل من يستحق. نحن نسلم لا ننسى بأن قائد اللواء 17 الأهدل يعتبر القائد المثالي في إعادة حقوق الناس. طبعاً اللجنة اتخذت خطوات معينة لاستعادة المنازل والممتلكات سواء العامة والخاصة التي تراكمت بسبب ظروف الحرب التي تمر بها البلاد ونزوح الكثير من السكان، ولم يبقى سوى المقاتلين في مدينة تعز، وكان هناك كثير من المباني استخدمت من قبل النازحين، ومن ثم أيضا من قبل بعض الأسر المقاتلين وال يعني المرابطين في الجبهات. واليوم تؤخذ يعني تخلى يعني بقدر الامكان بحسب الحاجه على ضوء عوده النازحين اصحاب الممتلكات، وبعد دراسه مستفيضه لبعدها عن قضيه خط التماس ومدى تامين امانها من حيث امان المواطنين، كون الجيش الوطني حريص على تامين المواطن وسلامته وسلامه الاطفال، خصوصا أن القذائف ما زالت تتوالى على مدينة تعز ليلا بنهار. اللجنة حريصة بأن يكون هناك مكان آمن لتسليمه، وهذا ما تقوم به اليوم بتسليم المباني الآمنة لمواطنيها. نعيم خالد، قناة عدن الفضائية، تعز.